بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المرسلين، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يوم الدين، أنا عبد الله السكري. إن شاء الله النهاردة هنعمل مراجعة عن السوكت. طيب، أنت المفروض كنت تشرح على لينكس، قلت أما أشرح على ويندوز المرة دي. مفيش فرق بين ويندوز ولينكس؟ في بعض المكتبات عادي بتشرح أي، يعني أنت عاوز تشتغل على ويندوز ماشي، تشتغل على لينكس ماشي، مفيش أي مشكلة. بس بما إنها مراجعة، هنبدأ نراجع على السوكت وناخد حاجات جديدة فيه عشان ننهي موضوع السوكت ده خالص، لأن مجرد ما أخلص الكلام اللي قدامك ده اللي مكتوب عندك، أنا رصيت أهو، تمام، هيبقى موضوع السوكت خلص. تمام. طبعا انا قلت ان انا هعمل درس مراجعه على السوكت وهدخل في السكابي تاني ورقيه واخلص السكابي. طيب، هنعمل النهارده اداه جميله جدا بتعمل سكان على البورتس او البورتات المفتوحه. طيب، واحده واحده. لو قلت مثلا سوكت، مثلا جيت اف كيو دي ان، ده يعتبر اتريبيوت من السوكت. يعني ايه اتريبيوت من السوكت؟ يعني لو سمحت ده ميثود من السوكت بتاعي، او اتريبيوت عادي، لان اتريبيوت يعني جزء خاص، او ميثود يعني ميثود او فانكشن. فانا بقول لو سمحت عاوز اجيب، لان في عندك دومين نيم وفي عندك السب نيم او النيم اللي هو خاص بالدومين اللي انت بتشتغل عليه. يعني ما معنى اصح اني عندي كلمه، لو عاوز مثلا اشوف الاسم الخاص ب الجوجل، كويس كويس، فهبدأ ان انا اكتب اول حاجة import socket. انا كده جبت الموجود في السوكت كله، قلت له get fqdn مثلا، او ما هي للسوكت dot get fqdn بالشكل ده كده fqdn. لو قمت زي ما احنا شايفين قال لك النيم، يا اما تكتب نيم يساوي وتحط هنا اسم الدومين وتقفل، او تحط الدومين على طول. هكتب هنا جوجل مثلا، جوجل دوت سي او ام بالشكل ده كده زي ما احنا شايفين، اداني الاسم بتاع جوجل. طيب، لو قمت جاي واخد الجزء ده وحطيت فيسبوك، وحطيت هنا كلمه مثلا هنا فيس بوك دوت سي او ام، زي ما انتم شايفين اداني الفيسبوك وهكذا. طيب، ده بيسموه كواليفايد نيم، يعني الاسم مؤهل، بيسموه الكواليفايد نيم او الكواليفايد دومين نيم بيسموه. هنا عندنا هنا في الاف كيو دي ام بيسموه كواليفايد دومين نيم، او بيسموه فيرست كواليفايد دومين نيم. طيب، بروح على السوكت جيت هوست باي نيم اندرسكور اكسكيوت سوكت دوت جيت هوست باي نيم. هنا بيجيب لك كل الانترفيسز الموجوده عندك في الشبكه، زي ما احنا شايفين كده جيت سوكت جيت هوست باي نيم احنا خدناها المره اللي فاتت. تمام. بعد كده اندرسكور اي اكس اي دخل فيها الجيت هوست باي نيم. يعني لو كتبت هنا السوكت دوت جيت هوست نيم، لو سمحت انا عاوز اجيب الهوست نيم، قال لي اسم الهوست اللي انت موجود عليه اسمه تي اي سي اتش بي سي. انا فعلا اسمي كده، لو قمت فتحت الكوماند لاين هيقول لي تي اي سي اتش، ده اسم التك تك بي سي، ده فعلا اسم الهوست بتاعي. كويس، انا قلت له لو سمحت جيت هوست باي نيم اندرسكور اي اكس اي، يعني اي اكس يعني هات لي كل الحاجات الموجوده عندي على الشبكه والهوست نيم بتاعها. تمام. فلو قمت جاي هي كاتب هنا بس ايه، قلت له داخلها مين الهوست نيم، بمعنى لو كتبت السوكت بالشكل ده كده دوت جيت هوست، تمام، باي نيم بالشكل اللي انت شايفه ده اندرسكور اي اكس، عاوز منك ايه؟ عاوز منك الهوست النيم والالياس والكلام ده، محتاج منك هوست هنا تحطه، لو حطيت هنا يطلع لي خطا. تمام. طيب، محتاج مني الهوست، اسم الهوست، اسم الهوست اللي موجود على الشبكه الداخليه بتاعي اللي هو ايه التك. عارف لو نسخت التك ده وحطيته كده اهو، بص حطيته هنا قمت ضغط انتر طلع لي الاي بي الخاص بيا وطلع التك. طيب، لو عاوزين نعيد الموضوع ده تاني، هنسخ السوكت دوت جيت هوست ده كوبي، او الجزء ده تمام كوبي هنا احطه باست، واحط هنا مين السوكت دوت جيت هوست باي نيم مكان ده، ما هو هي القيمه باست، واضغط انتر. قال لك هنا اي اكس اي، تمام، اوكي، اكس 1 ارجيومنت 0 جيفن، انت مش مدي له حاجه يعني، بيقول لك 0 جيفن سوكت دوت جيت هوست باي نيم. انا نسخت الجزء مرتين يا جماعه، المفروض انسخ ده كده كوبي بالشكل ده عشان يديني ايه التك. تمام. لكن انا نسخت ايه جيت هوست باي نيم اي اكس اي، وحطيت هنا برضه نفس الفانكشن، نسخت الاثنين غلط، يعني نسخت الاثنين مع بعض.
لازم احط الجيت هوست نيم اللي هو الهوست نيم اللي هو في الاخر هيطلع لي ايه تك تك بي سي. فلما اضغط انتر هيطلع لي اسم الدومين بتاعي والجزئيه بتاعتي. طيب نيجي بعد كده السوكت دوت جيت هوست باي نيم سوكت جيت هوست نيم. هنا هيطلع بس الاي بي لاني ما قلتلوش اي اكس. اي اكس يعني زي ما احنا شايفين كده بيطلع لي اي اكس اللي احنا شايفينه ده. لكن لما حطيت هنا جيت هوست باي نيم بس وحطيت الهوست نيم بتاع الشبكه الداخليه بتاعي اللي هو بتاعنا زي ما احنا شايفين طلع لي الاي بي الخاص بي. نيجي للسوكت دوت جيت هوست باي نيم دوت اي اكس اي واتكلمنا عليه ده لازم ياخد الهوست من منك. السيت تايم اوت في عندنا السيت تايم اوت وده خاص بيه السوكت دوت سوكت يعني الفانكشن اللي جايه بعد السوكت الرئيسي او الكلاس الرئيسي. وبعد كده في سوكت سيت ديفولت تايم. لو جينا نشوف هنا كده كتبت هنا السوكت ده التايم اوت بتاعك يعني لو مثلا حصل تايم اوت بتعمل انت بتوقف الاتصال لمده مثلا 5 دقائق او 6 دقائق وبعدين ترجع فاهمني. فانا قلت السوكت دوت واستنيت هديني خيارات كتير جدا زي ما احنا شايفين. فلو قلت له هنا تايم اوت زي ما قال لك لما تحط لا تحط تايم اوت لا تحط سيت تايم ديفولت تايم اوت. فلو حطيت سوكت ديفولت تايم اوت مثلا وليكن 10 زي ما انت شايف ما اقدرش اعمل كونكت بعد كده لان هو دلوقتي حاطط ديفولت تايم اوت 10 تمام. طيب في عندك التايم اوت برضو يعني ممكن تحط سيت تايم اوت. لو قلت سوكت دوت سيت تايم اوت بالشكل ده كده تقريبا احنا كاتبينها كاتبينها غلط ولا ايه. نشوف هي اصلا موجوده هنا ولا موجوده في السوكت ستريم. لو حطيت هنا سيت هو قال لك تايم اوت بس تايم اوت على طول يعني ممكن تحط التايم اوت وتحط هنا مثلا بس هنا تقريبا السوكت تايم اوت هيطلع في خطا لو كتبت اي حاجه هنا تمام. قال لك السيت تايم اوت ده تقريبا دي مشكله في الايرور ده يعتبر اكسبشن تقريبا. لو حطينا هنا بيست تمام دوت سوكت دوت تايم اوت حطيت هنا اي رقم مثلا 10 قال لك التايم بتاع اوت بتاعك 10 تمام. في عندك برضو ان هو سوكت دوت تايم اوت اهو شايف ده يعتبر اكسبشن يعني. ده جزء عندك بقى السيت تايم اوت ده مع السوكت دوت سوكت دوت سوكت. انا تكتب سوكت دوت سوكت دوت وتستنى عشان نشوف الخيار بتاعنا سيت تايم اوت اهو شوف حط هنا كلمه سيت تمام. المفروض نلاقي التايم اوت موجوده عندنا تايم اوت زي ما احنا شايفين سيت تايم اوت اهي تمام. يعني انا احط تايم اوت زي ما انا احط 10 مثلا قال لك هنا السوكت اوبجكت ريسيفد ا انتجر لازم تحط هنا سيت تايم اوت. طيب تعال نشوف هو عاوز محتاج مني ايه. المفروض هنا المفروض ان انا اصلا احط عندي التايم اوت بتاعي فهو بيقول لك تايم اوت يعني set time out بتحط time out بتاعك التايم اللي انت تشتغل عليه. المفروض نحط انتجر عندي بس هو محتاج float تقريبا فحط مثلا 10.5 مثلا قال لك ان هو محتاج float مش عارف هو محتاج ايه بالظبط مش مشكله بس هو قال لك time out وقال لك time out هنا socket time out وهنا set time out بتاعك او set default time out على السوكت كله ماشي. طيب هنعمل نقفل الشيل نطلع شيل جديد نروح على السوكت دوت كونكت نو كونكت اي اكس تمام. هنعمل مع بعض الاداه دلوقتي حالا اهو على الموضوع ده لو سمحت خليها الاخر خليها الاخر خليها الاخر عشان نعمل عليها اداه الجزء ده. سيت ديفولت تايم اوت اتكلمنا عنه قال لك سوكت دوت جيت اذر انفو يعني اديني معلومات عن الدومين بحط هنا الدومين بتاعي وال والخدمه السيرفيسز بتاعتي تمام. لو انا نسخت get other info كتبت هنا مثلا socket import socket تمام قلت socket dot get تعالى نستنى ما طلعنا الخيارات عشان تيجي لنا على طول get other info باخد مسافه وتطلع لي get info get other info وبحط هنا عندي الدومين حط هنا مثلا جوجل dot com بعد كده بحط عندي هنا الخدمه لما تحط البورت انا هحط مثلا اف تي بي مش عارف اف تي بي موجود اف تي بي تمام قال لك الادرس بتاعك والبورت 21 اذا لما حطيت اديني المعلومات قال لك ان السوكت كاينت سوكت ستريم حلو والاي بي بتاعه والبورت بتاعه اهو كويس قوي. بعد كده جيت سيرف
باي نيم، يعني اديني السيرفيس باي نيم، يعني هات لي البورت بتاع السيرفيس بواسطه النيم. فلو قمت كتبت السوكت دوت واستنى ما اطلع لي الخيارات، كتبت جي هيجي لك جيت، فقلت له جيت سيرف، فقال لك جيت سيرف باي نيم، اخد مسافه هستنى واقوم كاتب هنا ايه الخدمه بتاعتي، وليكن هكتب اتش تي تي بي انتر، قال لك 80. لو هاخد الامر ده تاني انسخه معايا احطه هنا باست، خليه هنا مثلا اتش تي تي بي اس، اتش تي تي بي اس هيقول لك 4 4 3 زي ما انت شايف كده، كويس قوي. وهنا العكس جيت سيرف باي نيم، هنا جيت سيرف باي بورت، تمام. فهنسخ الجزء ده كده واحط هنا باي نيم، اشيل اكتب هنا اكتب هنا بورت واحط هنا البورت. لو حطيت هنا بورت 80 هيطلع لي اتش تي بي اس، تعال نحط مثلا بورت 4 4 3 4 4 4 3 ضغط انتر قال لي اتش تي تي بي اس، عكس العمليه. طيب نيجي بقى الاكسبشن بتاعك هنتكلم عليه واحنا شغالين في الاداه بتاعتنا، تمام تمام. وعندك كي انتربتد او كيبورد انتربت، ده اكسبشن، لو انا عملت انتربت بالكيبورد فبيطلع لي حاجه، تمام. يلا نشتغل على الاداه، نشتغل على الاداه. قبل ما اشتغل على الاداه لازم اشرح لك المضمون بتاع ده الاول. سوكت دوت كونكت اندر سكور اي اكس لو خد منك اي بي، تمام. لاحظ ان انا قلت خد منك اي بي وبورت، كويس، خد منك اي بي وبورت، بيشوف البورت ده اذا كان مفتوح ولا مش مفتوح. لو كان مفتوح هيرجع لي زيرو، البورت مش مفتوح هيرجع لي خطا. الزيرو معروف ان الكود تم تنفيذه بنجاح، واحد يبقى فيه خطا، اي يعني اي حاجه عكس الزيرو يبقى فيه خطا، يبقى فيه ايرور، ايرور موجود، وكل ايرور وله اكسبشن خاص بيه. هنشوف الايرور ده، في عندك سوكت دوت تايم اوت، في سوكت دوت ايرور، هو بيطلع لك الايرور الخاصه بيه، هنشوفها في الاكسبشن يعني. طيب تعالوا نجرب، هعمل هنا ايه؟ هكتب مثلا اس بتساوي، عاوز اعمل اتصال سوكت دوت سوكت، طبعا انا ما قلتش ايه، انا طبعا ما عملتش امبورت لحاجات لوحدها، انا قلت سوكت للمكتبه كلها، فانا قلت سوكت دوت سوكت زي ما انت شايف كده. وبعد كده اكتب هنا بقى ايه سوكت برضو. لا المره اللي فاتت كنت بتكتب ايه اف اندر سكور انت على طول، لا بس المره دي انا ما استدعيتهمش لوحدهم، لان استدعيت المكتبه كلها، ولا قلت ولا ما استدعيتهمش، المفروض كنت قلت فروم سوكت امبورت كذا، لا انا قلت سوكت على بعضها، فلازم اكتب الجزئيه صح، فقول اي اف اندر سكور ان اي تي انت، بعد كده اكتب سوكت، تمام. عاوز انت بقى تستنى وترتاح بتضغط على النقطه بيطلع لك الخيارات بتاعتك الموجوده، فتقوم حاطط مثلا هنا ستريم سوك ستريم، هيطلع لك السوك ستريم. في عندك دايجرام هتلاقي كده تلاقي تحتها الستريم، في سوك رو، تمام، سوك، تمام، اندر سكور ستريم، تمام، طلع الستريم اهو. طيب كده خلاص تم انشاء قاعده اتصال، ابدا اتصل بقى، فاقول له اس دوت كونكت اندر سكور اي اكس، تمام، محتاج منك الادرس، فبحط هنا الجزء بتاعنا في تيوبل، هو محتاج تيوبل، فبحط هنا مين؟ بحط هنا الاي بي ادرس بتاعي، ولكن انا محتاج الادرس بتاعي ومحتاج الاي بي ادرس او اجيب الهوست نيم، احنا عندنا الاي بي ادرس بتاع جوجل طلع لنا اهو، هاخده. عاوزين نشوف اذا كان البورت 443 مفتوح في جوجل ولا لا، اكيد مفتوح، فلو حطيت 44 لانه تشفير 443 مفتوح ولا لا، لو سمحت اضغط الا زيرو. طب تعالوا ننسخ ونحط بورت غريب كده ونشوف هيطلع ايه، كده هيطلع لنا ارقام مختلفه، اي رقم غير الزيرو اعرف ان في ايرور. فحطيت مثلا اي حاجه هنا كده زي ما انت شايف، قال لك هنا انت مستخدم، قال لك بورت ماست بي من زيرو لعندك، انا حطينا ارقام كبيره، حطينا مثلا 5000 بورت 5000، طلع لي خطا 1000 ايه عندك 1056 او 10000، عندك الرقم بتاعنا ده، لو حطيت الرقم ده وحطيت مثلا بورت خطا تاني حطيت 6000، بص طلع لي نفس الخطا، اذا ده الخطا الخاص لما يكون البورت مش مفتوح، يعني هو مثبت الخطا ده، ده الخطا الثابت الموجود عندي بيطلع لي لما ايه البورت ما يكونش مفتوح، لكن لو البورت مفتوح بيطلع لي زيرو. اذا انا اقدر اعمل سكاننج على البورتس الموجوده عندي، حلو قوي، ده كلام جميل. تعالوا نبدا نعمل اداه ونتكل على الله، نيو، نبدا نحط نعمل هنا امبورت
socket سيف الأداة سأكتب هنا port scan port scan تمام مش عارف أنا سيفته فين المفروض أسيفه على سطح المكتب مش مشكلة تشيل ده تشيل port scan ده نعمله delete yes سيفه على سطح المكتب port scan على سطح المكتب تمام حلو أوي هنبدأ نشتغل إيه بكونكت إي إكس إذا إحنا عاوزين نعمل import للراندوم فأقول له import للراندوم تمام وعملت امبورت للسوكت طيب في عندك بقى تايم داتا وفي عندك امبورت للتايم داتا تعال نشوف التايم داتا ده عشان الناس اللي شغاله على الشيل لو قلت امبورت تايم داتا قال لك هنا مش موجود عندك التايم داتا امبورت تايم تمام لو قلت فروم تايم امبورت تمام المفروض ان المفروض بيطلع الخيارات بتاعتي بس في عمليه الامبورت هنا ما بيطلعش تايم داتا قال لك مش موجود تايم داتا مش موجوده او داتا تايم تقريبا انا ما استخدمتش التايم قبل كده في اي مشروع من المشاريع بتاعتي حتى لما اتعلمت في اساسيات ما استخدمتوش نهائي تمام بس انا عاوزين نكتب هنا مثلا داتا تايم مثلا مفيش اي مشكله تعال نجيبه من على الانترنت هنغلب يعني جوجل نكتب هنا تايم ان بايزون فكتبت هنا تايم هنكتب هنا بايزون 3 عندك هنا تايمز اكسس كونفرجن وقال لك هنا داتا تايم اند ترانسبورت اللي هو بايزون 3 طلع لك هنا معلومات عن التايم بتاعنا يلا يا بابا بدأ اقول لك التريكس بتاعتك اقول لك تايم دوت تايم بيطلع لك التايم بتاعك جينري ستريك ده اللي هو بيقول لك امبورت للتايم تايم دوت تايم هنا بقى بتحط الهور الاور هنا بتحط الداي المينتس مثلا تايم دوت لوكال تايم عشان يطلع لك اللوكال تايم جاب لك هنا كل حاجه اهو تمام مفيش اي مشكله طيب تعالى نعمل امبورت لللوكال تايم اوكي فانا رحت عند الشيل هبدا ان انا اعمل شيل جديد عشان اشيل الاخطاء دي كلها وابدا ان انا اقول له اعمل لي ران للشيل الجديد قلت هنا فروم تايم امبورت لوكال تايم لوكال تايم تقريبا تمام عمل لوكال تايم امبورت لو كتبت لوكال تايم على طول لوحدها كده لوكال تايم وقفلت قال لك انت بتحط هنا seconds مثلا هو الديفولت بتاعها seconds انت بقى ممكن تحط مثلا تي ام يير تي ام مانث تي ام داي كذا فانت تحط اللي انت عاوزه بيقول لك حط اي خيار من دول لو كتبت تي ام يير هتطلع لي السنه تي ام مانث هتطلع لي الشهر تي ام داي هيطلع لي الداي تي ام هاور الهاور تي ام مينيت المينيت تي ام سكند هنا بيطلع لك السكندز بتاعتك تي ام داي وده الفانك الحاجات بتاعتك يعني فانت لوكال تايم زي ما انت شايف طلع لك ده وده وده زي ما انت شايف طيب لو قلت التايم طبعا انا هنسخ بقى الجزء بتاعي اللي هو انا عاوز مثلا المينتس او السكندز بتاعتي لانه هنا قال لك تي ام سكندز تمام بيقول لك بيساوي 17 تمام فلو قمت قايل لوكال تايم حطيت التي ام سكند دي قال لك في خطا از نوت ديفايند اوكي ده بيطلع لك اللي هو لوكال تايم اوكي لو هو ممكن يطلعه لي في مصفوفه اقدر اسحبه تمام لو طلعه لي في مصفوفه بيطلعه لي في تيوبل زي ما انت شايف كده اوكي تمام تمام زي ما انت شايف قال لك ايه تايم دوت ستراكت اندرسكور تايم بتحط التايم بتاعك هو بيعمل لك ستراكت تمام هنا بيجيب لك التايم بتاعك هنا بيقول لك تريكس تايم دوت تايم لو انا قمت قايل تايم دوت تايم هيطلع لي التايم الحالي بتاعي فقمت قايل التايم دوت تايم قال لك هنا از نوت ديفايند تايم بجد يا راجل التايم مش ديفايند لان قلت فروم تايم امبورت لوكال تايم فالمفروض ابدا اعمل امبورت من جديد ولا اما اعمل تايم كلها لا اما اعمل
تايم مع اللوكال تايم، فاكتب تايم. تمام، انا طبعا طلعتكم بره الموضوع شويه عشان اشتغل في التايم، عشان نضيف التايم في الاداه بتاعتنا. هكتب هنا تايم امبورت لوكال تايم والتايم. فبساعتها لو كتبت تايم بس كده لوحدها وضغطت انتر قال لي ده التايم بتاعك زي ما انت شايف. اوكي قال لك تايم لوكال تايم، تمام، تايم دوت لوكال تايم، هنا التايم دوت تايم، قال لك لوكال تايم. تمام اوكي، جاب لك بقى هنا شوية حاجات، تايم دوت ميك تايم تيوبل تايم، ده برضو ممكن تحط التيوبل تايم، يقول لك ايه اكسبت از اكسبيرينس تايم تيوبل ان لوكال تايم اند ريتيرن ذا فو ايه فلوتنج بوينت فاليو ويز انستانت اكسبريشن سكند سينس ذا اي بوتش. تايم دوت لوكال تايم بيديك السكند، هنا تايم دوت سليب بيديك السكند، والكلام اللي انت عاوزه. اوكي كده احنا عرفنا، بس عاوزين نجيب التايم دوت لوكال تايم وخلاص. تمام، هنا بقى بيقول لك ميك تايم، يعني بيجيب لك التايم بتاعك اللي هو الخاص بيك انت بس. تايم دوت تايم احنا عارفينها خلاص، تي زد نيم مش عارف ايه والكالندر. المهم احنا المشكله احنا خلاص عرفنا موضوع التايم ده. نبدا نشوف الشغل بتاع الاداه بتاعتنا. انا عاوز اعمل سكان على الجوجل عشان اخد منه اشوف اذا كان في بورتات مفتوحه في جوجل ولا لا. تمام، فهو بيشوف البورتات بيقترح بورتات. تمام، ده يعني فكره اداه الان ماب، بيقترح بورتات ويشوف البورتات دي اذا كانت مفتوحه ولا لا. فمره اشوف الرينج بتاعي ولا لا. تمام، يعني تعالوا نشوف ان احنا عندنا بورتات كتير جدا جدا جدا، واكتر حاجه بورتات. لا مثلا لو قلت هنا امبورت، تعال نشتغل هناك الاول، هبدا قلت امبورت سوكت، خلاص كده عملت امبورت للسوكت بتاعتي، وعملت امبورت للرادم، واعمل امبورت كمان للتايم. كويس قوي. بعد كده هبدا اقول لو سمحت ديفاين، الديفاين دي بتاعتي اسميها ان ماب كده بالشكل اللي احنا شايفينه دلوقتي. هبدا ان انا اقوم عامل عمليه اتصال، فاقوم سوكت اكتب اس بيساوي سوكت دوت سوكت. تمام، واقوم رايح حاطط هنا الاتي سوكت دوت، لو طلع لي القايمه اخر وبركه ما طلعش القايمه كويس، قال لك سوكت دوت اي اف اندر سكور ان ات بالشكل ده كده. بعد كده السوكت دوت دوت ايه، مش اف اندر سكور انت، لا 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 انسى الموضوع ده، سوك اندر سكور ستريم، سوك اندر سكور ستريم بالشكل ده كده، سوك اندر سكور ستريم. كويس، يبقى انا قلت له سوك دوت سوك اندر سكور ستريم. انا محتاج من الان ماب بتاعي، محتاج بس منه اليو ار ال، اليو ار ال بتاعي يعني زي ما اقول كده اللينك بتاع الموقع سوكت دوت اندر سوك ستريم. تمام كده زي الفل وشغالين صح. فاكتب سوك، هكتب مثلا دي تساوي، او هكتب مثلا بورت تشيك مثلا سي بي مثلا تشيك بورت، واقوم قايل له لو سمحت حضرتك هكتب اس دوت كونكت اندر سكور اي اكس، محتاج مني الاتي. قبل ما اعمل ده كله لازم اطلع السوكت، فاقول له السوكت، فاقوم قايل له الاي بي بيساوي السوكت دوت جيت هوست باي نيم. حلو قوي قوي. طيب لما قلت له جيت هوست، لما قلت له جيت هوست باي نيم، عاوزه يطلع لي الهوست بتاعنا اللي هو الخاص بالاي بي جيت هوست باي نيم. حطيت هنا في التيوبل احط هنا الاي بي، ومحتاج مني كمان البورتات، البورتات المفتوحه بتاعتي. فهنحتاج ان احنا نستخدم تراي واكسبشن، تراي واكسبشن. تاني هستخدم تراي واكسبشن، تراي واكسبشن. اول حاجه هستخدم هنا فوق، هنا اكتب تراي، ابدا ان انا اظبط
الاي بي بتاعي السوكت بتاع اليو ار ال تمام. وهنا قلت عمليه تراي، انت شغال تراي زي الفل كويس قوي. وبعد كده هقوم قايل له استخدم الراندوم. هنا في عندك راندوم دوت راند رينج، حطها ما بين رينج كذا ورينج كذا تمام. تمام فهكتب هنا مثلا 4 اوكي اي مثلا الراندوم كذا او 4 ان راندوم كذا. احنا بنشتغل كراندوم عادي جدا، فممكن نخليها 4 اي مثلا الراندوم 1000 تمام. خلينا نشتغلها كده او نستخدم الراندوم تراند رينج. فاقول له مثلا راند، فاقول له هنا ايه راندوم دوت، طلع لك الخيارات بتاعت راندوم، فبقول لك راند رينج، فبقول له ران. في عندك راند انتجر وعندك راند رينج تمام. في عندك راند رينج زي ما احنا شايفين كده. طبعا بيقول لك هنا ان انت عاوز منك الستارت وعاوز منك الستوب، يعني هيبدا منين ويقف فين. فخليه يبدا من 80 او خليه يبدا من 20 بورت 20 مثلا، للبورت 6000 ايا كان البورت ده كده كويس. كويس انا المفروض بحط هنا عنده الراند بتاعي تمام. فانا عاوز اقول 4i in rand، لو كان في 4i فاقول 4i in rand. تبدا حضرتك تتصل وتسيف الجزء بتاعنا اللي هو بحط هنا قيمه الاي كويس قوي. بعد كده بشوف اذا كان القيمه بتاعت الصفر ولا لا، فبقول له اف ان سي بي تساوي تساوي صفر بالشكل ده كده. فحضرتك هتطبع لي برنت الاتي. هناخد الاي الاول فور سترينج وبعدين اقول له زائد واخد مسافه واقول له اوبن، يعني البورت مفتوح. else تمام هتقوم حاطط كلوز بالشكل اللي انت شايفه ده. خلاص خلاص تعالوا نجرب ونشوف الفانكشن بتاعتنا اشتغلت ولا لا. هكتب ان ماب محتاجه مني يور ال، هكتب هنا جوجل دبليو 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 دوت، او اكتب جوجل دوت كوم وخلاص جوجل دوت سي او ام. تعالى نعمل ران ليها هنا كده ران موديول. في عندي مشكله هنا ولا ايه؟ ان ماب ان ايه ان ماب 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 ان ماب تمام كده. الخطا ده عنده في المشكله دي لاحظ ان ما حطيتش اكسبشن، فعشان كده قال لي في خطا، فلازم اطلع بره الفور واجي هنا عند الموضوع بتاعي اللي عامل اكسبشن كده. عند الفور كمان اكتب هنا اكسبت، هكتب هنا ايه الاكسبشن بتاعنا كتير، في كتير قوي، في تايم اوت، في انتربت، في فانا الشامل كله هو ايرور تمام. فبحط هنا اكسبشن سوكت ايرور از اي ار برنت الاي ار كويس. تعال نشوف هنعمل ران. قال لك انتجر اوبجكت از نوت ا ترابل اللي هو 4i ان راند. في الراند بتاعك لانه قال لك كلمه راند بتساوي راندوم تراند رينج، قال لك 20 فانا قلت له 4i ان راند. طب تعال نعمل راند، تعال نحط رينج، هنحط مثلا رينج رينج مثلا حط هنا مثلا 6000 كويس. هيبدأ من 1 ل 6000
بعد كده نشوف هيبدأ يعمل ايه. نعمل ايه؟ نعمل run zero close شاف ايه اللي خلاه يبدأ بالزيرو. انا قلت هنا اف سي بي بي يساوي زيرو. ابدأ يعمل لي اطبع لي الاي وقول لي كلوز. قال لك واحد كلوز. لاحظ انه بدأ بأرقام صغيرة جدا. زيرو واحد طبعا فيش بورت عندك زيرو فيش بورت واحد كده تمام. قالك كلوز البورت اتنين كلوز تمام. تعالوا نعمل حاجة تاني اعلى شوية. لو قلنا ان احنا عاوزين نعمل راندوم ما بين كذا وكذا وبحط الراندوم بتاعتي اللي انا عاوز احطها فهو بيبدأ يشتغل عليها عادي في المتغير. طبعا لما كنت حاطط فوق الراند كان في مشكلة عندي فانا لو حطيت هنا مثلا راند بيساوي راندوم دوت راند انتجر محتاج منك من كذا A و B لان هنا قال لك راندوم انتجر ان رينج قال لك انكلودد بوس اوف بوينتس محتاج منك A و B. لو خليته من البورت 80 وصلته للبورت 6000 مثلا. تعالوا نحاول نستخدم الراند في الاول كده. تعال نعمل ران قال لك انتجر اوبجكت از نوت ريتابل اللي هو الراند تمام. لاحظ ان احنا استخدمنا الجزء بتاع الفور اكتر من مره لان انا عاوزه يشتغل في الفور. فممكن اقول هو وايل ترو بس هو وايل ترو هيثبت الراندوم اللي طلعها يعني مش هيفتح السكريبت تاني. لا ده انا قلت له هو وايل ترو لو سمحت انت هتثبت الكلام اللي انت طلعته يعني مش هترجع تاني تشغل الراند تمام. فتعالوا نستخدم هو وايل ترو مثلا وناخد 80 ما بين 60. تعال نكتبها هو وايل ترو. او هو وايل مثلا ان الراندوم الراند اللي موجوده عندك فوق دي تساوي كذا فزود عليها بس برضو مش هتبقى نافعه قوي تمام. انا ارجع تاني افضل كنت حاطط هنا عند الرينج تمام من كذا كويس. الرينج بتاعتي بادئه من 600 كويس. فانا عاوز اعدل على الموضوع قوي فابدا اقول له ان الاي بتساوي هي الاي برضو زائد مثلا خليها 50 عشان يعني او خليها زود على 10 كويس عشان يبقى سريع شويه. يبدا مثلا يبدا معاها بال10 وبعد كده يبدا بال20 او خليه زود 20 عشان يخش على البورد 30 على طول 20 تمام. فلو مفتوح هيبدا يشتغل كده الموضوع ماشي معايا صح. ممكن اشيل الراندوم ده خالص بقى بدل هو مش عاوز يدخله في حلقه 4 تمام واشيل موضوع الراندوم ده تمام 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 وابدا اعمل عمليه ران. ايوه سيف هيبدا معايا بايه. لاحظ ان احنا حاطين الدومين بتاع جوجل كويس. فهيقول لك اسم البورت وجنبه اذا كان مفتوح ولا مقفول. قال لك 20 بدأ بورت 20 زي ما احنا شايفين لانه 20 هيخش على بورت 40 تمام وبعد كده اخش على البورت زود 20 كمان 60 وهكذا تمام. طب ما تيجي نبدأ بالبورت 80 مثلا بورت 80.
فنعمل كده كلوز، اخلي مثلا زائد 80 عشان يقول لنا ان البورت مفتوح، يعني البورت 80 مفتوح. تمام، نعمل ران. كلوز 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 كلوز. شايف؟ ده كله كلوز. لاحظ ان بورت 80 مفتوح فوق اهو، مكتوب جنبه اوبن. لما بطلع فوق هتلاقي كاتب جنبه اوبن مفتوح اهو، لكن الباقي تحته كله كلوز. كلوز كل شويه بيزود 80، كل شويه بيزود 80 عليه يعني. اهو شفت؟ ممكن اقول له بقى زود كل شويه واحد، يعني مثلا زود لي كل شويه واحد، او زود لي كل شويه اتنين، او زود لي كل شويه تلاته. تمام، بمعنى ان انا قلت له هتبدا من مين؟ من العشرين مثلا. خلاص اصبح ان الاي بتساوي 20، فهابدا اقول له مثلا خليها دي مثلا، الدي تمام تساوي الاي زائد 20، فاكتب ان الدي 2 تساوي الدي الاولانيه زائد مثلا زود له كل مره على ال 20 دي 1، او خليها 1 بالشكل ده كده. فهيبدا بالبورت بتاعنا اللي هو 20، وبعد كده يبدا ب 21، بعد كده يبدا ب 20، بعد كده 21 زي ما يبدا ب 21 22 23. فتعال نعمل ران نشوف. ايوه سيف 0 كلوز. انا حاطط هنا الاي يا جماعه، حاطط الاي ما عدلتش، المفروض اكتب بدل الاي دي احط هنا دي 2 بالشكل ده كده. اعمل ران. درس طول مننا معلش، بس اللي كان لابد منه لان موضوع السوكت انا اتكلمت فيه باستفاضه بياخد وقت طبعا، لانه هياخد الاي زود على 20، وبعد كده الدي 2 الدي بيساوي الاي زائد الاي بيساوي 20، بعد كده الدي 2 يساوي الدي زائد 1، يعني هتزود عليه 1. تمام، واحد كلوز. يبقى انا ما نفذتش ايه فكرتي، هو لم ينفذ فكرتي، لانه حط له اكسكيوشن دي 2 المفروض يشتغل عليه، بس انا قلت له هتجمع كل شويه واحد، مع ان الدي بيساوي الدي الاولانيه اللي اصلا تجمع عليها واحد، بس هنا غير الفكره خالص. المهم خلينا نشتغل على بورت مثلا 80، او ممكن ان احنا نشتغل على اي رينج احنا عاوزينها. بتحط الرينج وتزود كل مره، هتزود كام يعمل حج، او كل مره انت هتاخد راندوم قد ايه، او ممكن تشتغل على راندوم، يعني ممكن تشتغل على راندوم. ممكن احط الراندوم بتاع الرينج بتاعي. طبعا هنطور الاداه دي المره الجايه في درس، او ممكن انت بقى تطورها مع نفسك، انت خلاص عرفت المضمون. المضمون سهل، انت ممكن تدي للمستخدم تخليه هو اللي يشوف، هو عاوز يشوف البورت مفتوح ولا لا، فيقول لك مثلا عاوز من كذا لكذا، فانت تحطها في راند رينج وتبدا بقى ايه، تبدا تشغل الفانكشن اكتر من مره، اكتر من مره. المهم هنبدا نقول ان الراند رينج زائد 80 الكلام ده، قلنا لو كان في سوكت سوكت ايرور هطلع لي السوكت ايرور بتاعتي. تمام، طيب تعالوا ننزل تحت عند الفور. طبعا الفور دي فيها تراي زي ما انت شايف كده، فانا عاوز استخدم تراي هنا برضو. ازاي؟ اقول لك تراي عشان اقول لك الكي انتربت، واطلع هنا بالشكل ده كده، اظبط بس المحاذاه بتاعت السكريبت بتاعي. قلت 4i تمام، اظبط برضو موضوع البرنت. بالشكل ده كده هاجي فين؟ هاجي انزل تحت، اروح عند التراي اكتب اكسبت،
الاكسبت بتاعي نوعه ايه؟ هيبقى كي انتربت. تمام، فالمفروض سوكت دوت كي انتربت او كي انتربت ده يعتبر خطأ كي انتربت، يبقى اكسبت كي انتربت از مثلا دي، او ممكن تحط ايه مثلا هنا برنت اوكي، احط علامه تعجب مثلا. فلو عملت ران قال لك دي اتنين مش معرفه، احنا شلناها، فالمفروض نحط هنا الاي. قال لك زيرو كلوز، تمام، مش هيحط دي برضو الاي يا جماعه، عندنا خطأ هنا برضو، شيل ده. اوكي نعمل ران زي ما انت شايف شغال زي الفل. هبدأ بقى اضغط على كنترول سي، شوف طبع لي اوكي اهي، بس طبعها فين؟ طبع اوكي. فالمفروض ان انا اقول له مثلا باك سلاش ان قبلها، باك سلاش ان، باك سلاش ار هنا كده، اوكي. تعالوا نعمل ران تاني، هبدا كنترول سي، كمان كنترول سي زي ما انت شايف. اول ما عملت كنترول سي واحده طلع لي اوكي اهو، شايف طبع كلمه اوكي. ساعات في بعض السكريبتات بنبدا نشيل بنعمل كنترول سي عشان نوقف السكريبت، فده بيقول لك لو انت قطعت السكريبت وهو شغال فبقول لك اوكي كي انتربت يعني. اوكي ده بقى بالنسبه للتايم اوت، لو كان السيرفر لما اتصل تمام فحصل فيه تايم اوت واتصال اتقطع فبقول لك تايم اوت. وهنا دي انتربت يعني السيرفر مش موجود اصلا، وجي اي ايرور يعني عندك ان في مشكله عندك في اتصال في السيرفر، مشكله يعني في سيرفيس محكوبه او البورت اللي انت حاطه مش سليم وكده. تمام، هبقى احط لك الكلام ده تحت فين ايه في الديسكربشن تحت بتاع الدرس. حلو قوي كده احنا زي الفل. تعالوا نحط، اعتقد النهارده كويس كفايه، كفايه افضل عشان ايه انت خلاص عرفت المضمون ان ده لو كانت عكس الصفر تمام يعني اي رقم تاني غير الصفر يبقى خطأ فيبقى البورت مقفول، واذا كانت تساوي الصفر اذا البورت مفتوح. انت ممكن تفكر تعمل الاداه اللي انت عاوزها، اديتك الاكسبشن وشرحنا الجزء بتاعنا. طبعا انت ممكن تعمل ران عادي وتشتغل معاك التيست بتاعنا، دي كلها بورتات مقفوله يعني. تمام، انا عندي فكره حلوه برضو ممكن اطبقها بس مش عارف هطبقها، مش مشكله. لو حطيت هنا كده، انا طبعا عارفين ان هو يو ار ال، وحطيت هنا مثلا كلمه ار اللي هو الرينج بتاعك، وعندنا هنا امبورت للرينج الراندوم. طبعا كل شويه الراندوم هيطلع لي انتجر، تمام، والانتجر ده انا عاوز اشوف مثلا اف الاي يساوي كذا، فانا عاوز ادخل الراندوم دي في انتجر، ادخلها في انتجر لوب، لما جيت ادخلها فوق في الرينج ما نفعتش. تمام، لكن انا ممكن ادخلها تحت، فانا بحط هنا الار الرينج بتاعتك هتساوي ايه. تمام، وهنا بحط هنا مثلا ار 2 ار 2 كويس، يبقى انا هحط له ار هنا هتبقى الرينج بتاعك، وار 2 انت هتزود كل كام كل مره كام. كويس، يبقى انا هحط له ار 2 وهتزود كل مره كام. فبص هنعمل ايه بقى يا سيدي، الموضوع سهل الموضوع بسيط، هبدا اشتغل بره الفانكشن هنا. انا خلاص هحط الدومين، هحط هنا بقى هنا راندوم، فاقوم قايل له ار مثلا ار 1 مثلا بتساوي 6000. كويس، وهنشتغل على الراندوم بتاعتنا، فالراندوم اللي هي ايه الار 1 وار 2، فلو اقول له ار 2 بتساوي 80. كويس كويس، فهو ما قايل له ار او راند تساوي، هتساوي ايه؟
هتساوي random dot range range random dot rand range بالشكل ده كده. random dot rand range كلام جميل. احط كام؟ احط ال r1 و ال r2. طبعا هنا المفروض يتحط ال r2 هنا عشان هو الاصغر وال r1 يتحط هنا عشان هو الاكبر، ده اكيد. بعد كده هما قايل له for i in range، شايف for i in range، الرينج ايه؟ هحط عندي ال 6000 الموجودين فوق، فهحط ال 6000 اللي هو ال r1 اللي انا حطيته. كويس؟ كويس. هيتحط هنا ايه المفروض؟ ده المفروض انه يتحط هنا في الار الرئيسية يتحط 6000، فانا احط 6000 الار الرئيسية اللي ار واحد دي 6000. بعد كده ايه اللي هزوده كل مرة؟ تمام، ايه اللي هزوده كل مرة؟ هزود كل مرة قيمة الراند الموجودة فوق. تمام، يبقى انا هزود كل مره قيمه الراند الموجوده فوق، فبيطلع لي قيم عشوائيه، بتزود بقيم عشوائيه، فكده يشتغل معايا صح. تعالوا نشوف، اتكل على الله. عملت ران، هتبدا بايه؟ طيب هل شفت بدأ بإيه؟ بدأ ببورت 2970 زي ما انت شايف. قال لك كلوز، شوف البورت اللي بعده، شوف البورت اللي بعده وهكذا. طب تعالوا نستخدم ويب سايت تاني زي كورا دوت كوم مثلا، كورا دوت سي او ام. نعمل ران. ماشي، اقول لك كلوز برضو، انا هحط قيم عشوائيه. تمام تمام، هطلع لك اي بورت طلعت اقول لك كلوز. اوكي تمام، لان هو بيحط بورتات كبيره، يعني قلت له هتبدا بواحد وتزود عليه مثلا، تبدا برقم عشوائي وتزود، قال لك 2754 بالشكل اللي انت شايفه ده. هبدا اقفل الجزئيه دي خالص، وابدا اقوم رايح ايه شايل الجزئيه دي برضو خالص، وهعمل موضوع بسيط خالص. ممكن استخدم فيه انبوت لمستخدم، بس انت ممكن تستخدم انت انبوت وتشتغل عشان ما يخش بس من درس طويل، درس طويل مننا قوي يا جماعه. المهم انت خلاص عرفت المضمون، اتمنى يكون درسنا عجبكم، شكرا ليكم. المضمون سهل جدا، واتمنى يكون الدرس عجبكم يا جماعه. ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب. البايثون سكيورتي فاضل لنا فيها حوالي والخمس دروس وتخلص، خمس دروس عدد على الصوابع، خمس دروس وتخلص. وهعمل في الاخر درس مراجعة على الدورة بالكامل، ممكن يكون درس ساعة او ساعتين، هعمل دردشة ودرس مراجعة. تمام.